مانشستر سيتي في المركز الأول، عنده يعني لعب 27 مباراة، في المركز الأول عنده 72 نقطة. أما مانشستر يونايتد في المركز الثاني ب 56 نقطة، ليفربول في المركز الثالث ب 54 نقطة، أما تشيلسي في المركز الرابع ب 53 نقطة، أخيرا توتنهام في المركز الخامس ب 52 نقطة. وبمناسبة توتنهام، هاري كين هيغيب عن توتنهام في الفترة القادمة بعد إصابته بالتواء في الكاحل، يعني نتمنى ليه الشفاء إن شاء الله وإنه يعود من جديد. بمناسبة الدوري الإنجليزي سريعا، عايز أقول إن أحسن لاعب في الشهر حصل عليها أجويرو لاعب مانشستر سيتي، أما ويليام أخذ أحسن هدف، ويليام نجم نادي تشيلسي، وإيدي هاو مدرب بورنموث أخذ جائزة أفضل مدير فني في الشهر. كمان الدوري الإنجليزي في إتباع جزء من الحقوق مقابل 6 مليار دولار، طبعا يعني رقم كبير جدا جدا في الدوري الإنجليزي، لكن ما في شك أنه أقوى وأمتع دوري في العالم. أيضا أن رسميا تم تقليص فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي عشان تبدأ من 9 يونيو ل 9 أغسطس، بدل ما واحد تبدأ من 1/6 أو من 1/6 ليه 1/7 آسف، تبدأ من 1/7 ل1/9. رابطة الأندية المحترفة الدوري الإنجليزي خليته من 9 يونيو ل9 أغسطس، وده السبب ليه؟ علشان يبدأ في فترة الأجازة وينتهي قبل بداية الدوري الإنجليزي بيوم واحد. على سبيل المثال عندنا أليكسيس سانشيز وكوتينيو لما حصل تمرد على إدارة أرسنال وإدارة ليفربول بالانتقال لبرشلونة أو مانشستر يونايتد، أو يعني سانشيز كان عايز ينتقل من أرسنال وخلاص، فبالتالي هم قرروا عشان يكون في انضباط أفضل إن احنا نقفل الموسم الانتقالات قبل بداية الدوري بيوم. نروح سريعا للدوري الأسباني، أهم المباريات اللي كانت موجودة، ريال مدريد بيفوز على ريال سوسيداد 5-2، أما برشلونة بيتعادل على المباراة الثانية ليه على التوالي أمام ختافي 0-0، أتلتيكو مدريد بيفوز في على مالاجا 1-0. ونروح لجدول الدوري الإيطالي، برشلونة في المركز الأول يليه طبعا عند برشلونة عنده 59 نقطة، أما أتلتيكو مدريد في المركز الثاني. الموضوع قرب على فكرة ما بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة، فرق 7 نقاط 52 نقطة، أما فالينسا في المركز الثالث 43 نقطة، ريال مدريد في المركز الرابع ب 42 نقطة. على فكرة ريال مدريد عنده مباراة مؤجلة، وبالتالي لو قدر يفوز بيها هيتخطى نادي فالينسيا ويبقى موجود في المركز الثالث. أما أخيرا فياريال في المركز الخامس ب 37 نقطة. نروح سريعا للدوري الإيطالي ومباراة فيورنتينا ويوفنتوس، ويوفنتوس بيفوز على فيورنتينا 2-0، ميلان بيفوز على سبال 4-0. ميلان زي ما احنا قلنا ماشي بشكل كويس جدا مع جاتوزو، بيفوز في اليوروبا ليج وماشي بشكل كويس في الكاس، عنده مباراة عودة أمام لاتسيو في قبل النهائي، المباراة الأولى انتهت بالتعادل وكسب في الدوري 4-0. نابولي بيفوز على لاتسيو 4-1، زي ما احنا قلنا نابولي ماشي بشكل كويس جدا في الدوري، أما في اليوروبا ليج خسر بشكل كبير جدا وكانت مفاجأة على ملعبه من فريق لايبزيج الألماني. انتر ميلان بيفوز على بولونيا 2-1 بعد ما 10 مباريات بدون أي فوز، وهي أطول سلسلة بدون أي انتصارات لفريق انتر ميلان من موسم 2003. يعني ما فيش مباريات مهمة، آخر مباراة مباراة روما، روما فاز على بنفنتو 5-2. نروح لجدول ترتيب الدوري الإيطالي اللي هيكون قدام حضراتكم على الشاشة، نابولي في المركز الأول ب 63 نقطة، يوفنتوس في المركز الثاني 62 نقطة، انتر ميلان في المركز الثالث 48 نقطة، روما في المركز الرابع ب 47 نقطة، لاتسيو في المركز الخامس ب 46 نقطة. نروح للدوري الألماني نتكلم على أهم المباريات اللي موجودة، يعني أكيد كلنا بنتكلم على بايرن ميونخ وفوزه 2-1 على فريق شالكا، المباراة أكيد كانت قوية، وأكيد الدوري الألماني احنا عارفين إن فيه أكتر من منافس، لكن كالعادة بايرن ميونخ هو اللي بيبقى متصدر وبيبقى بعيد تماما عن بقية الأندية. بروسيا دورتموند بيفوز 2-0. نروح لجدول ترتيب الدوري الألماني ونشوف المتصدر بايرن ميونخ في المركز الأول 56 نقطة، يليه فريق لايبزيج 38 نقطة، أما بروسيا دورتموند في المركز الثالث ب 37 نقطة، المركز الرابع أينتراخت فرانكفورت في المركز الرابع 36 نقطة، وأخيرا بايرن ليفركوزن في المركز الخامس ب 35 نقطة. نروح للدوري الفرنسي وأكيد هنتكلم على باريس سان جيرمان،
وهنتكلم على موناكو. باريس سان جيرمان في المباراة اللي لعبها امام فريق تولوز كسب 1-0، اكيد كانت مباراة قبل مباراة ريال مدريد، وكل اللعيبة كانت استعدادها وتركيزها في مباراة الشامبيونز ليج اللي خسر فيها 3-1. يعني مفيش حد منافس بشكل كبير لفريق باريس سان جيرمان. ممكن نقول يعني مارسيليا تعادل مع سانت تيان 2-2. بنتكلم ايضا على موناكو فاز على فريق أنجي 4-0. ليون بيخسر من فريق رن 2-0. نونت بيتعادل مع ليل 2-2. نروح لجدول الترتيب بسرعة ونشوف فريق باريس سان جيرمان بيفرق بقد ايه عن اقرب منافسيه فريق موناكو. المركز الاول باريس سان جيرمان ب 65 نقطة، يليه موناكو في المركز الثاني 53 نقطة، اما مارسيليا في المركز الثالث ب 52 نقطة، فريق ليون في المركز الرابع ب 48 نقطة، في المركز الخامس فريق نونت 38 نقطة. دي كانت اهم الدوريات الخمسة اللي استعرضناها مع حضراتكم، كان مهم جدا ان احنا